لأن الزميل المهداوي تيقول لأن قضيته هي بسيطة وحنا كنوافقوا قضية بسيطة ومناقشتها لن تستغرق ساعات فقط، على خلاف الوقت اللي كان مع حراك الريف الملف استغرق يعني في الدراسة تقريبا جلسات فاتت 100 جلسة. هو تيقول ملفه يتناقش في جلسة واحدة والدفاع جيل جاهزين باش أن اليوم يتحكم الملف. للأسف المحكمة أخرت الملف في الجلسة 3/12 على اعتبار أن المحكمة لا توفر على ما يفيد مآل الملفات التي كانت مرتبطة، رغم أن الملف ما كانش، رغم أن المحكمة عارفة على أن الملف ديال حراك الريف تحكم ومعروض نهار الأربعاء، والمحكمة وجدت واحد العلة باش تأخر. وأنا شخصيا التمس بالرئيس قلت له إلا كان تأخر ولا بد وعلى الأقل لأن المحكمة محقها، المحكمة خصها تكون عندها الشجاعة. نأخروا الملف باش نطلعوا عليه، علاش؟ واش الطيلة عيب نقولوا راه مرتبط بملف خور ما عنده حتى شي ارتباط؟ يعني قلنا مسمنين المحكمة عندها الشجاعة، القضاة يلاه خداو الملف عندهم وقت ياخذوا الوقت ديالهم يقراوه ماشي عيب، ولكن باش نقولوا ان نطلعوا على ارتباط، اسمحوا لي ما كاين حتى شي ارتباط. المسألة الثانية، انا كنت شخصيا التامس الصراحة المؤقت ديال الزميل المهداوي، كنت من اول المتدخلين وقلت بالحرف الزميل المهداوي كيتوفر على جميع الضمانات القانونيه باش يتحكم في حاله الصراح. والمشرع شنو هي الضمانات؟ المهداوي صحفي، والصحفي معروف ان عنده ضمانات، صحفي معروف وحاز مجموعه من الجوائز منها جوائز دوليه لمنظمه العفو الدوليه، واخيرا ترشح لجائزه الشجاعه وخدا جائزه في اطار جائزه الشجاعه. وقلنا لان عنده مسك القرار لا خوف عليه ولا خشيه عليه بانه ما يجيش، يعني ضروري غيجي للمحكمه الى خدا الصراحه المؤقت. وقلنا اهم حاجه الحق في الحريه، الاصل هو الاعتقال الاحتياطي، الاصل هو ان الانسان يتحكم في حال الصلاح، الاستثناء هو ان يحاكم في حاله اعتقال. قلنا للمحكمه كالتمسوا باش يتحاكم عطاو الصلاح، لقد مرت على العقوبه اكثر من سنه وخمس اشهر. قلنا السيد الرئيس بزاف، سنه وخمس شهور والجريمه خياليه، تبليغ عنده دبابه روسيه الصنع ماشي دبابه، حاشا واش المغرب شي واحد يدخل دبابه، اش دخل دبابه؟ هذا الضحك.